وأكدت وزيرة الاستثمار سحر نصر أن العقارات أحد أهم القطاعات في الاقتصاد المصري وأكثرها تشغيلا للقطاعات الأخرى. وخلال فعاليات مؤتمر مدن المستقبل في مصر، أكدت نصر دعم القطاع والعاملين فيه من خلال عدد من الإجراءات المؤسسية والتشريعية، والتي من بينها وضع خطة لبناء 14 مدينة جديدة متكاملة، بجانب تقديم منظومة ذات فرص متساوية لكل المستثمرين والمطورين.